شكرا للزملاء واهلا بكم مشاهدينا في النشرة الاقتصادية. تستضيف مملكة البحرين معرض البحرين الرسمي للتكنولوجيا كوميكس 2023، والذي يقام بالتزامن مع المعرض المصاحب لمنتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. يأتي معرض كوميكس البحرين للتكنولوجيا 2023 ليعكس ما تحظى به مملكة البحرين من مكانة وسمعة إقليمية وعالمية في مجال تهيئة المقومات والبيئة الجاذبة للاستثمارات والمحفزة على الاستمرارية في استقطاب المزيد من الشركات العالمية العاملة في قطاع التكنولوجيا. احنا اليوم في المعرض هنا قاعد نمثل الحكومة الإلكترونية بهدف ان نرويكم مشروع تطوير شبكة الحكومية بنية تحتية بما يهدف لرفع الكفاءة ورفع المستوى الأمني والجودة في تقديم الخدمات خلال الشبكة الحكومية نفسها. يقام معرض كوميكس التقني لأول مرة في مملكة البحرين، ويستقطب كبريات الشركات والعارضين لإبراز منتجاتهم وحلولهم التقنية ومشاريعهم المتصلة بالتقنية. تشرفنا بوجودنا في مملكة البحرين، وجود مؤسسة أسس مني يعني الكثير لنا في هذا المجال. نحن شركة متخصصة في مجال التقنية والتحول الرقمي المؤسسي، عندنا مجموعة منتجات وهذه المنتجات في عدة قطاعات تخدم التجارة، القطاع التعليمي، قطاعات الهيلث كواليتي اند سيفتي انفايرمنت، وفي مجموعة منتجات أخرى نحن نقدمها. يجمع المعرض بين الشركات وصناع القرار وراسمي السياسات والمستثمرين، وتمثل إقامته إضافة لزخم منتدى البحرين الدولي للحكومة الإلكترونية 2023، والذي يعد ضمن أهم الملتقيات في خارطة الفعاليات المعنية بتقنية المعلومات والاتصالات بالمنطقة. أطلقت الجهات المنظمة للأسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي جائزة المستثمر الذكي الخليجي في نسخته الثانية ضمن برنامج التوعية الاستثمارية ملم. تهدف الجائزة إلى رفع الوعي بثقافة التعاملات المالية والاستثمار في الأسواق المالية، وذلك من خلال تشجيع الأفراد وطلبة المدارس والجامعات إلى تقديم محتوى إبداعي يساهم في نشر الوعي المالي. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف السيد علي هارون العامر، مدير مراقبة الأسواق المالية بالإنابة في مصرف البحرين المركزي. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. بداية أستاذ، ما هي أبرز أهداف هذه الجائزة؟ مساء الخير جميعا. مساء الخير أختي ريم. في البداية حبيت أشكر تلفزيون البحرين على استضافتي وإتاحة الفرصة لنا لتعريف المشاهدين على جائزة المستثمر الذكي. جائزة المستثمر الذكي هي أحدى مبادرات برنامج ملم، واللي هدفها تشجيع المشاركين في دول مجلس التعاون على إنتاج محتوى إبداعي ينشر الوعي في ثقافة التعاملات المالية والاستثمارية للمواطنين والمقيمين في دول المجلس، واللي من ضمنهم المقبلين على الاستثمار والمشاركين في السوق. الجوائز تصل قيمتها إلى أكثر من 1,000,000 ريال سعودي. نعم. وبتكون من نصيب إن شاء الله من 36 فائز، ولذلك إحنا نسعى لتتويج عدد كبير من المبدعين بهدف تعزيز الثقافة المالية، واللي من ناحيتها بتساهم في إثراء المحتوى التوعوي المتاح في هذا المجال إن شاء الله. أستاذ علي، من هم الأفراد أو الجهات المؤهلة للمشاركة في هذه الجائزة، وما هي المعايير أو الشروط المطلوبة منهم للمشاركة بنجاح؟ الفئات اللي تقدر تشارك معنا في الجائزة هي 3 فئات. نعم. فئة الأفراد اللي مثل اللي عندهم خبرة احترافية في التصوير وصنع الفيديو والكتابة أو الرسم، طلبة الجامعات وأيضا طلبة المدارس، ويشمل هالشيء جميع طلبة دول مجلس التعاون من مواطنين ومقيمين. وحبيت أنوه أن كل فئة لها معايير تقييم خاصة، بحيث أن المشاركات تتنافس مع نظيرتها من نفس الفئة فقط. طبعا استقبال الطلبات بدأ من سبتمبر، وباب التقديم راح يظل مفتوح إلى 12 نوفمبر، والتقديم يكون عبر موقع ملم الإلكتروني. المعايير هي أن تكون المشاركة على شكل فيديو أو رسمة أو صورة فوتوغرافية أو تعبير كتابي، سواء على شكل قصة، قصيدة أو مقالة يعبر فيها المشارك عن أهمية الوعي المالي. مع العلم أن المشارك يقدر يقدم على الجائزة بشكل فردي أو مع مجموعة، أو أنت تكون مشاركة من مؤسسة. تتوفر تفاصيل الجائزة وشروطها على موقع ملم.gcc.org، بالإضافة إلى توافر مواضيع مقترحة من قبل فريق العمل لملم عشان يسهل على المشاركين إنتاج المحتوى التوعوي. وأكيد مواقع التواصل الاجتماعي للجائزة فيها تفاصيل أكثر، وعن طريقها الباب مفتوح فيه للرد عن أي تسريبات من المشاركين.
طبعا احنا نشجع جميع المشاهدين ان يشاركون معنا في المسابقه، متاملين نشوف ابداعات الشباب البحريني بين صفوف الفائزين باذن الله ان شاء الله. بالتأكيد السيد علي هارون العامر مدير مراقبة الأسواق المالية بالإنابة في مصرف البحرين المركزي، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مع أداء الأسواق المالية الخليجية. تعتبر العقود مقابل الفروقات أداة مالية مهمة في عالم التداول والاستثمار، تستخدم هذه العقود بشكل واسع في الأسواق المالية لأغراض متعددة، ويمكن تعريف هذه العقود بأنها اتفاقات مالية تسمح للمستثمرين بالمضاربة على تغير أسعار الأصول المالية مثل الأسهم والعملات والسلع دون الحاجة إلى امتلاك الأصل نفسه. وللحديث أكثر حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من إمارة دبي السيد عامر زينو مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توركس. مرحبا بك في النشرة الاقتصادية. بداية، كيف ساعدت التكنولوجيا الجديدة في دفع استعمال العقود مقابل الفروقات؟ مساء النور ريم، وشكرا على الاستضافة. هلأ التكنولوجيا أثرت على كل نواحي حياتنا مثل ما بتعرفي، وخاصة الاستثمار الأونلاين، سواء العقود مقابل الفروقات أو غيرها من الأصول. بقدر بلخص لك التأثير التكنولوجي على التداول عبر الإنترنت أو الأونلاين بأكثر من محور. أول محور هو سهولة الوصول وإمكانية الوصول اللي صارت تتيح للعملاء اللي عندهم طبعا السن القانوني والمؤهلات ليتداولوا، إنه يفتحوا حساب ويكون عندهم إمكانية الوصول لآلاف المنتجات المالية خلال دقائق معدودة. محور ثاني كمان كان شفنا فيه تطور كبير بالفترة الماضية هي حلول الدفعات. بالنهاية حلول الدفعات مرتبطة ارتباط مباشر بالتداول لتسهل للعملاء تغذية محافظهم الاستثمارية وسحب برضو سواء الأرباح أو الأرصدة اللي عندهم. شفنا طفرة مؤخرا ب المحافظ الديجيتال والت او المحافظ الرقميه، واكثر من حل دفع او حلول دفعات جديده، وعم يجوا لعنا، عم يصير عندنا توجه على المنطقه، وعم بتكون المنطقه مستقطبه لكثير من هدول الشركات. استاذ، كيف ترون اقبال المتداولين في الشرق الاوسط على العقود مقابل الفروقات؟ هلا ريم، بصراحه عم نشوف اقبال كثير بالفترة الأخيرة على المنطقة على العقود مقابل الفروقات عندنا بالمنطقة، وخاصة بعد جائحة كورونا اللي يمكن كانت فترة لكثير عالم، وخاصة من شريحة الشباب يطلعوا على هذا السوق ويلموا فيه أكثر ويبلشوا أو يبدوا بتجربة التداول فيه. برضو بنقدر منشوف الفعاليات، العدد الكبير من الفعاليات اللي لها علاقة بسوق التداول بالعقود مقابل الفروقات. بكل سنة عم يكون عنا عدد جيد من الفعاليات والمعارض والمؤتمرات، وخاصة لما عم نحكي على المنطقة بنقدر نذكر مملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة كمثالين على منطقتين قدروا يوفروا بيئة التداول من خلال التراخيص، من خلال نشر الوعي. فعم نلاقي إقبال كتير كبير بمنطقة الشرق الأوسط وأكبر حتى بمنطقة الخليج العربي. بالتأكيد السيد عامر زينو مدير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في توركس، كنت معنا من إمارة دبي، شكرا جزيلا لك.